حنا سوق الفخارة راه حنا مضرورين الله يسجدكم بخير. بعد النفايات ديال الحوت راه حنا مضرورين، هاد البراكس هادو راه ما خدامينش لينا هنا، راه ولادنا تين والله ما نعسنا بالله لا حنا ولا ولادنا. هذا راه دار وديروا لنا اجبارات دار لهادشي، واش حنا كل خطره نخرجوا؟ ديروا مراقبه لهادشي، راقبوا هاد الناس اللي كيبيعوا هاد الحوت الطير. الحمد لله الوالدين، راه حنا مضرورين ما تنعسوش. واش نرحلوا وتعطيونا شي ورقه نديروا شي جنسيه اخرى نخرج من المغرب؟ احنا راه مضرورين، عده الضرارات عندنا الله يجزيكم بخير. ها انتم ها الحوت ها انتم الله يجزيكم بخير. هذا رقم يلود هذا ماشي هي الحاله ديالهم اللي خاصهم هضر هضر مكركين ومقادين محطوطين بنظام، ماشي يكون داكشي غادي عشوائي يجي بجل الطريق اللي جاي ضايف جاي من قبيله اخرى، ومن اللي يجي عندك يبغى يدير لك غير سيارات يدخل يشم هاد الحاله. هادشي راه خاطر وهاد الزبره تيجي من المدينه. منين كيجي دابا هاد الزبره؟ منين تيجي؟ منين؟ من المدينه. من المدينه حتى الفخاره ما كاينش بركاسات تما، ما كاينش كاع جراو عليهم لا ديال العوده ولا ديال الباب دابا عندهم ولكن تيخافوا على هاد الناس هادو راه هادشي اللي كيطرى هنايا راه ما هوش مزيان، اللي هو عنده فيه مصلحه وهي الشجر اللي دابا راه ما غاديش يقعدوا فيها نهائيا. ها هي الجرده كاع دوكا تتصير على الزباله ديال تجيبها على هاد الجرده. واخا خلي خلي دابا صبر دابا صبر دابا صبر. عاد حنايا في العشيه المتنفس الوحيد اللي بقى هو هذا القدام مشى لهاد الجهه الاخرى، ها هي عمرها طوموبيلات. يا وفين غادي حنا نقعدوا؟ ها فين غاديين يخرجوا هاد الناس يشوفوا يخرجوا يشوفوا الشانطي؟ راه الشانطي تا هو يا راه داروا فيه الشجر وفي الاخر ها هو مرض ما كاين والو. وعلاش هاد الشيء؟ ما درتوش شي مراسله للقايد؟ لا مراسله ولا والو، ما هضرت مع حتى شي. كل مره كيكون راه هما كيدوزوا على الشري كيدوزوا على هنا بغيتوا شحال كيديروها. ارسلت الاخبار 200 متر ها هو القايد. راه اول حاجه اللي بغيديروها هما شي حاجه غيديروها لراسهم بلا ما يحتاجوا هما تيشدوا يديرهم شكايه. دابا نصور دابا نصور دابا نصور دابا نصور دابا دابا شنو كطلبوا من المسؤولين؟ مشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.